ينطلق والمقصصة للحول محليات الأصايل من هنا من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نسير مع الاندفاع هناك أيضا مع الصدارة والمقدمة والمركز الأول في هذه اللحظات من هذه الشعارات التي دائما لها صولات وجولات في سباقات الهجن العربية الأصيلة. نعود إلى أيضا شاشة أبو ظبي الرياضية والتوقيت الأفضل. هناك أيضا أعزائي المشاهدين حشيمة سعيد بن محمد بن دري المنصوري 12:43 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس هنا أيضا لهذا أيضا الشعار وصاحبة الشوط الأول هنا هذه الذلول العملاقة المميزة بهذا التوقيت. الصدارة والمقدمة المركز الأول. هناك هملولة مصبح سعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان هناك أيضا يتواجد وينطلق بهذا الاندفاع. المركز الثاني الوصول من سرابة هناك حمد بن سعيد بن حمد أيضا بن سالم يتواجد على المركز الثاني والمركز الثالث. الاندفاعات هناك أيضا والشعارات وصراع الكبار ويحلى الرقص مع الكبار. هناك أيضا من اللي قادم في هذه اللحظات العين مروان بن فرج بن قانب بن حمودة هناك أيضا يتابع هناك انطلاقة العين والشعار الاقتصادي بينما اللي قادم مع المركز الرابع من الجانب الأيمن هناك أيضا أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدين متابعين الكرام المركز الرابع هناك الظبي سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي. أنتقل نقلة مباشرة مع المركز الخامس وأيضا القدوم والاندفاع هنا أيضا من المراكز الخلفية إبداع خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري والمركز السادس في هذه اللحظات. وصول من منحاف وتقدم سيف بن سعيد بن سيف المشبوني مع المركز السابع في هذه اللحظات والمركز الثامن. وصلت هناك الشاهينية محمد بن سهيل اليبهوني الظاهري أهالي ميدان التراث مقدم لنا انطلاقة الشاهينية بينما هناك أعزائي المشاهدين الوثبة هناك أيضا من تحلق في سماء الوثبة هنا أيضا خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي هناك عاشق سلالة المختبر يتواجد مع هذا الاسم القالي على قلوبنا بينما هنا أيضا الوصول من وقت حمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري. الله على هذه الأسماء الله على هذه الشعارات العمالقة في موقع واحد ولكن روعة. أحمد بن صالح بن علي الحميري وتابع اللي تسللت هناك أيضا من الجانب الأيمن مشكورة. عمر بن راشد بن محمد الخيلي أهالي رماح أيضا قادمين ومنطلقين وهناك أيضا التواجد من شعارة حشيمة مع شواهين محمد بن راشد بن غانم المنصوري. هكذا النداء هكذا الشعارات العشر المراكز الأولى هنا المنطلقة أيضا بأمال المشاركين عبر شاشة أبو ظبي الرياضية. عودة إلى الصدارة عودة مع التحديات والاندفاع الجميل هناك أيضا من هذا السن. الصدارة والمقدمة هناك هملولة سعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان هناك أيضا ما زالت هملولة تقدم لنا هذا العرض الجميل على الصدارة والمقدمة. المركز الثاني وصول هناك من الظبي ويتقدم المتحدي سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي على المركز الثاني. المركز الثالث العين هناك أيضا مدينة الخضرة والجمال العين دار الزين تحتفل بهذا الشعار. مروان بن فرج بن غانم بن حمودة هناك الظاهري يتواصل ويندفع أيضا مع العين مع المركز الثالث. الشعار الاقتصادي هناك أيضا يتواجد هنا أيضا أعزائي المشاهدين مع هذا الاندفاع. المركز الرابع أتابع هناك سرابة حمد بن سعيد بن حمد بن سالم هناك الراشدي يتواجد وينتقل أيضا مع المركز الرابع. المركز الخامس الوصول من منحاف تقدم سيف بن سعيد بن سيف المشغول مع المركز الخامس. الله 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 من اللي قادم في هذه اللحظات. وصول من إبداع هناك أيضا إبداع جميل إبداع أيضا مشرف اسم على مسمى خادم بن سعيد خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري يتواجد أيضا في هذه اللحظات. ولكن هناك أيضا مشكورة عمر بن راشد بن محمد آل خيلي هناك أيضا يتواجد أعزائي المشاهدين في هذه اللحظات. الله 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 التحدي والإثارة هنا في هذا الشوط. يا سلام هنا
هناك أعزائي المشاهدين أيضا تتقدم في هذه اللحظات اللي هي الوثبة. هنا أيضا أعزائي المشاهدين تتقدم بشعار بن ثاني هنا أيضا مقدم لنا الوثبة في هذا الانطلاق في هذا المسار الجميل. خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي، وهناك أيضا وصلت وقت حمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، وهناك أيضا شواهين محمد بن راشد بن غانم المنصوري. هكذا النتيجة، هكذا التحدي، هكذا الإثارة. ولكن هناك أيضا شوفوا اللي قادم، وصلت هناك أيضا عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، هنا أيضا ينطلق أيضا في هذه اللحظات وباحث عن الناموس. بينما هناك روعة أحمد بن صالح بن علي الحميري، الله على هذه الأسماء عمالقة هنا كبار في موقع واحد. بدأ التواصل هنا من الكبار، بدأ التواصل من هذه الشعارات الجميلة والمميزة. الأمور في خطر، الشوط بدأ يشتعل هنا أيضا في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة مع المركز الأول. هنا التحديات والإثارة مع صدارة هذا الشوط. الله الله الله، هملولة هملولة هملولة، ما زالت هملولة. هنا سعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان هناك أيضا يتواجد مع هذا الأداء، يتواجد مع هذا الشعار، يتواجد مع هذا الاندفاع الجميل. والمركز الثاني هملولة هناك والعين على المركز الثاني، مروان بن فرج بن غانم بن حمودة الظاهري. هنا الشعار الاقتصادي، الشعار الذي يبدع ودائما يبدع هنا أيضا مع المراكز الأمامية، الشعار الذي دائما يأتي بالأسايل، الشعار الذي يقدم كل ما لديه من جديد. هناك أيضا مع هذه الانطلاقات الجميلة والمميزة هنا المركز الثالث أتابع الظبي هنا سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي. هنا تحدى المتحدي في هذه اللحظات مع جسر العبور. المركز الرابع الوصول من منحاف سيف بن سعيد بن سيف المشغول مع المركز الرابع. والمركز الخامس مشكورة هناك أيضا عمر بن راشد بن محمد الخيلي، هنا من يتابع أداء مشكورة وتحدياتها في هذه اللحظات. بينما هناك سرابة حمد بن سعيد بن حمد بن سالم الراشدي، وهناك وقت حمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري. أيضا تقدم أيضا أعزائي المشاهدين شعار محمد بن سهيل اليبهولي الظاهري. الله يا هالي ميدان التراث، الله يا هذا الإنتاج الطيب، بنوك الإنتاج هنا أيضا من تاتي مع الشاهينية. بينما هناك شواهين، بينما هناك شواهين محمد بن راشد بن غانم المنصوري يبغي لها مراقبة، يبغي لها متابعة. وهناك أيضا الوثبة خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيم. يا سلام يا سلام على هذه الأسماء الجميلة. هنا وصول من هذا الشعار، الشعار القلي دائما عن التعريف، عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري وصل هذا الشعار ومقدم لنا هذه الذلول العملاقة المميزة بهذا الأداء الجميل. يا سلام، عودة إلى الصدارة هنا، رباعية فالأروع على الصدارة والمقدمة، انفراد كلي عن بقية المراكز على صدارة هذا الشعار. يا سلام، هملولة 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 على الصدارة والمقدمة. سعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان يتواجد مع أداء هملولة هنا، يتواجد مع هذه الذلول العملاقة. يا سلام، المركز الثاني، العين تحتفل، العين تحتفل بهذا الشعار. أيضا مروان بن فرج بن غانم بن حمودة هنا أيضا يتسلل على الصدارة المقدمة والمركز الأول. ماذا لديك من جديد هنا أيضا في هذا الانطلاق؟ يقول هذا جديدي في هذه الانطلاقة وفي هذا المسار. المركز الثالث منحاف، هناك أيضا وصلت منحاف، تقدمت منحاف في هذه اللحظات. سيف بن سعيد بن سيف المشغوني هناك أيضا يتواصل مع منحاف على المركز الثالث. المركز الرابع هناك الظبي سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي هنا أيضا على المركز الرابع في هذه اللحظات. ولكن خلوني مع الصدارة والمقدمة مع المركز الأول. هنا التحدي والإثارة في هذه اللحظات. يا سلام، الثلاث اللي بهنزال اللقاء في موقع واحد، صراع ثلاثي هنا أيضا يحلى الرقص مع الكبار والتحديات. والثمانية كيلومترات، الله
الله الله، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة. العين ما زالت هنا على صدارة هذا الشوط، العين ما زالت على المقدمة مع المركز الأول هنا مروان بن فرج بن غانم بن حمودة الظاهري. هنا الشعار الاقتصادي يقدم لنا العين، يقدم لنا هذه الانطلاقة. المركز الثاني من حاف وصلت هنا، تقدم المشغولي مع المركز الثاني في هذه اللحظات. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، بدينا بالعد التنازلي، بدينا مع الأمتار المجنونة، بدينا هنا في هذه الأمتار الأخيرة هنا. الله الله الله، هملولة هملولة دشت معاهن واسمها هملولة. سعادة الفريق مصبح براشد الفتان هنا يتواجد مع المركز الثالث، ولكن الصدارة وين؟ المقدمة مع العين بدون يوامر ولا شبه وامر على صدارة هذا الشوط. ما شاء الله، العين 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 هنا على الصدارة والمقدمة. رقصة الغاي هنا، رقصة الغاي على الصدارة. خلاص بدأ الإقلاع، بدأ الإقلاع هنا في سماء الوثبة. الخمسمية متر الأخيرة هنا. الله الله الله، يا سلام، أبغي أسلم على هالي العين. سلام عيناوي هنا أيضا في نفس الوقت، سلام إلى الوثبة لهذا الشعار، الشعار الاقتصادي. مروان بن فرج بن غانم بن حمودة الظاهري يقدم لنا العين، يقدم لنا هذه الانطلاقة الجميلة والمميزة. الأمتار الأخيرة، الأمتار المجنونة، جولة الأوامر، جولة التحديات، جولة الإثارة هنا. سلام 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 لهذا الشعار، سلام لهذا الشعار. هناك العين مروان بن فرج بن غانم بن حمودة الظاهري هنا أيضا على الصدارة والمقدمة مع المركز الأول. تهانينا 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 والناموس على هذا الهوز الجميل. فأيضا شكرا للسيد راشد مشايخي، بينما المركز الثاني كان الوصول أيضا من الشواهين محمد براش بن غانم المنصوري، قدمت العرض الجميل. المركز الثالث أيضا لحظات وصول هملولة سعادة فريق مصبح براشد الفتان. والمركز الرابع أيضا وقت حمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري. والمركز الخامس أيضا لحظات وصول من مشكور عمر بن راشد بن محمد الخيلي. عودة إلى التوقيت الزمني، لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية. تهانينا والناموس للسيدة مروان بن فرج بن غانم بن حمودة الظاهري على تقديم مثل هذه النوعيات الجميلة والمميزة والقنية دائما عن التعريف. التوقيت الزمني لحظات الاندفاع، لحظات الوصول 12 دقيقة 53، أيضا 9 أجزاء من الثانية. المركز الثاني كان من نصيب هناك أعزائي المشاهدين متابعينا الكرام. أيضا هناك شواهين محمد بن راشد بن غانم المنصوري، والتوقيت الزمني أيضا 12 دقيقة 59، 7 أجزاء من الثانية. المركز الثالث هملولة سعادة الفريق مصبح براشد الفتان، والتوقيت الزمني للمركز الثالث أيضا أعزائي المشاهدين لحظات الوصول أيضا 13 بدون ثواني ولكن جزءا يتيما من الثانية. تهانينا والناموس جميع الفائز.